يقول في قريتنا إذا ضاع من أحدنا شيء أو حاجة فإنه يذهب لشخص وهو عراف ثم يدلنا على مكان الشيء المفقود دون أن يأخذ مقابل، هل يجوز ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز لكم الذهاب إلى العرافين ولا إلى الكهنة ولا سؤالهم ولا تصديقهم. وقال في الحديث الذي رواه مسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الخطر شديد. نعم.